في عام 2002 بدأ تصوير فيلم على يد صحفي بريطاني الذي كان يتناول حياة مايكل جاكسون اليومية، ورصد على الكاميرات جاكسون وهو يتناقش مع طفل بعمر 12 عاما حول النوم في نفس الفراش، الأمر الذي أحدث ضجة وبدأت الصحافة تنهال على جاكسون حول إذا كان ذلك يليق، إلا أنه قال أن ذلك أمر عادي فهو ليس يهدف لعلاقة مشينة، بل كان يحتوي جاكسون العديد من الأطفال وكان أمر طبيعي أن يناموا في فراش واحد حسب ما ذكر. ولكن جاءت الصفعة عندما قامت السلطات رسميا بإتهام جاكسون بعدد 7 تهم تحرش تجاه الأطفال، وتهمتان بتسميم قاصر بمشروبات كحولية، ولكن تم إسقاط جميع التهم ضده في النهاية، وأثر ذلك على ألبومه كثيرا الذي تراجعت مبيعاته بسبب تلك الفضيحة، وانسحب بعدها من الحياة العامة وانتقل إلى البحرين بإقناع من أخيه. ويذكر أن فترة اتهام جاكسون بدأ توتر في العلاقات بين جاكسون والحكومة الأمريكية بعد عدة هجمات من جاكسون على الحكومة، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتهم فيها جاكسون بالتحرش، فتم اتهامه بنفس الأمر عام 1993، واندلعت فضيحة أيضا، ولكن انتهت بتسوية بين جاكسون وعائلة شاندلر بقيمة 23 مليون دولار، وتم إغلاق التحقيقات والقضية بحجة أن الدلائل المقدمة كانت ضعيفة. منذ أن انتهت قضية جاكسون الثانية بالتحرش الجنسي، بدأ يعاني من أزمة صحية نفسية عنيفة وحالات توتر شديدة، وكان يعاني دائما من الأرق وعدم القدرة على النوم، مما أدى إلى بداية تناوله مخدرة بروبوفول الذي كان يساعده على النوم، رغم أنه معروف بأعراضه الجانبية الخطرة، وتم محاولة تغيير ذلك المخدر أكثر من مرة، ولكن لم يكن يؤثر مع جاكسون سوى البروبوفول. وتحدث جاكسون عن ذلك الأمر أكثر من مرة وبشكل خاص بعد المرة الأولى عام 1993، حيث قال أن الصحافة انهالت عليه بالهجوم والإدعاءات حتى حولوا الاتهام إلى حقيقة، وهو أمر غير حقيقي، فأنا بريء وأنتم مصممين على اتهامي بجريمة لم أرتكبها، وقد تعرضت لنكبة صحية شديدة بسبب ذلك الأمر، وسبرت للعلاج وقمت بإلغاء العديد من الحفلات بسبب ذلك، وسأظل أدافع عن نفسي حتى أثبت أنني بريء. وبدأ ينطفئ نجم جاكسون، ولكنه ظل المعشوق الأبدي لدى عشاقه، فلا يوجد من لم ينبهر بجاكسون، فلم يكن فقط اسم بل تحول فعلا إلى رمز وأسلوب لن يتكرر. ويذكر أن فور إعلان جاكسون عن عودته إلى الأضواء مرة أخرى أحدث الأمر ضجة كبيرة، في فترة بدأت تنتشر شائعات كثيرة عن دخول جاكسون الإسلام، حيث قام بقراءة الكثير من الكتب عن الإسلام وهو في البحرين، وكان جميع الحرس والمساعدين مع جاكسون في تلك الفترة مسلمين فقط. واستمر جاكسون بقراءة الكثير عن الدين الإسلامي، وعندما سافر إلى أمريكا قام بزيارة المركز الإسلامي الرئيسي بأمريكا ليبدأ انتشار الشائعات عن إسلامه وتتحول إلى شبه حقيقة، ولكن لم يعلق جاكسون نهائيا خلال تلك الفترة على الأمر. وبالنسبة لموضوع إسلامه، فتحدث شقيقه باستفاضة عن ذلك الأمر، حيث قال شقيقه أن جاكسون بشكل عام كان كثير القراءة، وأعطاه شقيقه كتب عن الإسلام التي بدأ يقرأها أثناء ما كان في البحرين، ولكن لم يؤكد أخيه إسلامه، بالعكس، ولكنه يعتقد أن أخيها لم يعتنق الإسلام في الغالب، حيث قال: لو كان أسلم مايكل، لما توفى بذلك الشكل، لأن الإسلام يعطيك قوة أكثر، حين تدرك أهمية وجودك ووجود من حولك، فتتغير الأمور ويتحسن وضعك. ولكنه لم ينفي إسلام جاكسون أو يؤكده، ويبدو أن جاكسون احتفظ بذلك الموضوع لنفسه لفترة، أو أن عائلة جاكسون تخشى شيئا، فجميعهم هربوا من إجابة ذلك السؤال، كما سيتضح فيما يلي. ولكن الأمر الملفت أن جاكسون في تلك الفترة قبل وفاته كان قد أعلن أنه سيفجر مفاجأة في حفلاته، وتم إصدار أغنية شهيرة في تلك الفترة يغني فيها جاكسون وتبدو كأنها إسلامية، ولكن تم اكتشاف بعد ذلك أنها ليست من غنائه.
إلا أن ذلك لا ينكر الحقيقة الأهم، أن جاكسون قبل دورة الحفلات وفي فترة الاستعداد قام بتسجيل أغنية التي وصفها جاكسون بأنها أغنية على آلة إيقاعية ودون عزف، وقام بتسجيلها مع عازف شهير أمريكي مسلم اسمه عمر يانجي. وقبل وفاة جاكسون بستة أيام فقط سرقت تلك الاسطوانة من منزل عمر. والأمر الغريب الذي تصادف مع ذلك الأمر هو العثور على والدي تشاندلر منتحر. وتشاندلر هو الشاب الذي تم اتهام جاكسون بوجود علاقة غير شرعية معه في عام 1993، وأقدم على الانتحار بعد وفاة جاكسون بستة أشهر فقط، كما أن والد الطفل روبنسون الذي تم اتهام جاكسون بالتحرش به أيضا انتحر عام 2002. ولا تزال ابنة جاكسون مصممة على أن والدها قد تم قتله وليس قتل غير عمد كما تم إنهاء القضية. وتؤكد ابنته أن جميع عائلته تعرف ذلك. ويذكر أن جاكسون قد تحدث عن شيء مشابه قائلا عن أشخاص غير محددين يوما ما سيقتلوني. وأخت مايكل جاكسون قد تزوجت من رجل مسلم اسمه وسام المانعي وأنجبت منه طفل اسمه عيسى. واستضافتها المذيعة الشهيرة أوبرا وسألتها عن ديانة جاكسون وأولاده، وأجابت فقط: ديانة أولاد جاكسون هي نفس ديانة والدهم، ولم تحدد الديانة. وتلك هي جميع الآراء والأحداث. بالطبع هي أحداث مريبة، وإن وضعنا عامل الشك في مؤامرة لإخماد أمر معين فهو منطقي جدا، ويوجد بما ذكر الكثير يؤكده. هناك تشكيك ونزاع على حقيقة إسلام مايكل جاكسون من عدمه، وهناك خلاف أيضا على أن هناك مؤامرة في التخلص منه أم لا. ولكن يوجد أيضا فيما ذكر ما هو غير قابل للتشكيك، مثل حادثة السرقة للإسطوانة وزيارات مايكل لأماكن إسلامية للمرة الأولى وقراءته لكتب عن الإسلام. وللعلم كل الاتهامات التي تم إدانة مايكل جاكسون بها لم يتم تقديم أي دليل ملموس عنها نهائيا، ولكن يقال أن القضية الأولى كانت وسيلة ضغط والد الطفل على جاكسون بتهديده بجواب يدينه. في رأيك هل أسلم مايكل جاكسون حقا؟ شاركونا بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.